هنشوف التقرير ده، وبعد التقرير نرجع ونكمل معاكم هاني الدقاق واحمد حافظ من فريق مسار اجباري. خلينا نشوف التقرير ورأي الجمهور. اجباري كانت جميلة جدا، وكان النهارده تفاعل فظيع والاجواء هنا خطيرة ما شاء الله بجد. انا صراحة اتبسطت جدا في الحفلة النهارده، انا بقالي كتير جدا نفسي احضر حفلة مسار اجباري. فرقة مسار اجباري فرقة جميلة، وهاني دقاق صوته حلو. اول مرة احضر لهم حفلة واتبسطت جدا، الشباب حافظ لهم كل الاغاني، كان الجو جميل جدا. صباحك ضحكة بتسكر، ساعات الجاية من يومي صباحك عين بتختار لي، بذوقها الحلو في هدومي تدقم الضحكة دي ويدوم وجودك كل أول يوم. كل أول يوم الحفلة كانت حلوة أوي الصراحة، وانا اتبسطت جدا بجد. الحفله كانت حلوه قوي والتنظيم كان حلو جدا، وبنشكر المتحده طبعا على التنظيم الرائع ده للحفله، بجد كانت حفله رائعه قوي. حفله مسار اجباري كانت حلوه قوي النهارده وتنظيمها رائع جدا. وتقع وتقوم وتقوم وتقع في الفرح دموع ودموع يا وجل. حفله فوق الخيال، حاجه يعني جميلة جدا وحاجة الواحد يفخر بيها يعني. يعني كفاية الأجواء أصلا والجو جميل جدا هنا. قعدنا نغني، الحفلة كانت تحفة بجد. الحفلة كانت حلوة أوي أوي، وإحنا جايين مخصوص من طنطا أنا وزمايلي عشان نحضر الحفلة هنا في العلمين، وبسم الله ما شاء الله يعني كان تنظيم زي الفل. رحت مع صاحبتي النهاردة وقعدنا نغني وكانت خطيرة بجد، ومدينة العلمين يعني خطيرة بجد. النهاردة مسار إجباري كانت حفلة حلوة جدا، لعبوا كل الأغاني اللي إحنا بنحبها. حفلة مسار إجباري كانت حلوة أوي والتنظيم فيها كان حلو أوي، الأغاني كلها تحفة، ولما غنوا مع حمزة نمرة في الآخر برضه كانت حلوة أوي. Thank you.